ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت. بدون عليك أن تتعلم الكثير من فنون التقشف أيها النفر. عليك أن تشرب القهوة بدون سيجارة، مو مشان شي، مشان صحتك. بعدين توفير، بتعرف الدخان بأوروبا بيهد الحيل. بيرة بدون تدخين، شاي بدون سكر، عرق بدون تلج، قصة حب بدونك، جنة بدون ناس، عيد بدون أهل، سهرة بدون أصدقاء، عطلة بدون عائلة، لغة بدون دراسة لو بيعطوك إياها مع الإقامة بيكون ممتاز. بتعرف أهم شيء اللغة. لك آخ بس لو كان معي لغة، لكن تفلحت أوروبا فلاحة. يلعن أخت الفرصة، ما بتجي إلا متأخرة. إيه بسيطة، روح فلاح بالمدرسة مبدئيا، وإذا فلحت معناها خرجك تفلح بأوروبا. بتتذكر فالح فلوح؟ قاري اسمه بشي كتاب من تبعت المدرسة. إيه منيح لساتك متذكر المدرسة. الأسماء بينتسى يا أبو شريك. إيه أنا نسيت حليب أمي، أنا نسيت النيدو. أنت من جيل النيدو؟ إيه لك من عجبك، نحن اللي ساوينا البودرة حليب، وهن اللي ساوي الحليب بودرة. ذلك الضجيج الغريب حولي لم يعلمني اللغة حتى. حمود، ليش تتنفس وتتنهد لما تسحب سحبة السيجارة يا حمود؟ لأن اللحظة الوحيدة اللي أتنفس بيها يا عمي. عندما تعود إلى هناك لن يكون هناك ما يكفي من الأعداء لأجل سهرات العتابة. يا با سجل يا حمود، الحرية أن يعيش كل شخص كما يشاء. تبدأ حريتك عندما تنتهي مسؤولية الآخرين يا عمي. دمرت المقولة يا حمود، ما بشي غير قابل للتدمير يا عمي. عندما تسرق القداحة ليس مهما أن لا ينتبه صاحبها، المهم أن لا تنتبه أنت. الخبز والملح صفحة أخرى مهانة من كتاب الأخلاق الممزق. منعونا من كتابة القصص والأشعار وصناعة المسرحيات والأفلام عن الحياة، وها هم يسمحون لنا بأن نصنع كل ذلك لكن عن الموت. عم حاول اتأقلم، بدي أعرف مين هو عصمت رشيد تبع فرنسا، ومين هي سهام إبراهيم تبعهم، بس عبس طلع ما في منهم هدول بكل الدنيا. ما قدرنا النعمة اللي كنا فيها. سجل يا حمود، انكتب لنا عمر جديد يا حمود، وش رح نعمل بيه يا عمي؟ ذلك هو السؤال يا حمود. صار بدنا فرمتة. بابا بدي هس، بدي هاي بدي. بدك تنساها بابا؟ ما بدي. لا بدك، مو قلت اللي انساها من شوي؟ لشو؟ لبدي. ايه بدك تنساها. ايه ما بدي. ايه لا بدك، بالصر ماي بدك. الآن أدركت سر ابتسامة أمي بعد أن أضحى الحزن شريكا في كل شيء. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.